والمتابعين برحب بضيف اللي منورني نجمنا الجميل كابتن سيد معوض. مساء الفل يا كابتن سيد. مساء الفل يا كابتن احمد، ربنا يخليك. ازيك عامل ايه؟ تمام والله، كله مية مية. وزي ما بقول كل مره ببقى مبسوط جدا وانا مع حضرتك دايما، وانا كلنا وكل المشاهدين بيبقوا فرحانين بوجودك سيد معوض. يا جماعه حاجه جامده جدا في الكوره، يعني كلاعب كوره بصراحه حاجه كده، باك ليفت اللي هو العصر الجميل اللي الاوفر، اللي هو اوفر يعني دواء زي ما بيقولوا، كرة على طول يعني بثلاث ارباع فرصه، وغالبا بتبقى باهداف، وعاش تاريخ كبير جدا سواء مع منتخبنا الوطني او مع النادي الاهلي. طيب الاهلي فاز 2-1، كان 2-0، دخل فينا جون في اخر ثواني المباراه. حصلت حاله كده من الزعل، هل وصلت لدرجه الاحباط لجماهير النادي الاهلي؟ هل جماهير الاهلي محبطه، ولا انت شايف انه لا، افرح بفوزك وان شاء الله تقدر تحافظ عليه في العوده؟ وهنقول الواقع اكيد. أيوة. في نسبه من الجمهور محبطه طبعا. يعني السبب الرئيسي في الاحباط ده كابتن احمد ان كان عندك امكانيه ان انت تكسب مكسب اكبر من كده، تقتل البطوله. مجريات المباراه نفسها كنت سهل تخلصها بنسبه 70-80% من القاهره، وتروح هناك مستريح، يبقى عندك فرصه اكبر بكتير. الجول اللي دخل فينا هو ليه تاثير طبعا، يعني هيصعب المباراه هناك، انما في الاول والاخر انت الطبيعي بتاعك ان انت حققت مكسب. انت كسبت الحمد لله وجايب جولين، دخل فيك جول. انت لو عندك نفس الامكانيات اللي لعبت بيها الشوط الاولاني هتكسب هناك. يعني لو لعبت بنفس الطريقه او بنفس الاداء لمعظم اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب اول 45 دقيقه، لا هتكسب هناك. الشوط الثاني بدات مش كويس شويه، وبدات ترجع بعد ما جبت الجون الثاني. يمكن يعني التاثير السلبي هو في الجون اللي دخل فيك، انما شايف ان النادي الاهلي عنده امكانيه كبيره جدا، ولازم الناس كلها يعني بدايه من الاداره، من اللعيبه، من الجهاز، يبقوا مصدقين من النهارده ان احنا رايحين نكسب، رايحين نجيب البطوله من هناك بغض النظر عن النتيجه. ممكن تكسب تتعادل، اهم حاجه ترجع بالبطوله. هو ده الهدف الرئيسي، بس لازم تصدق الاول. ما تبقاش من النهارده انا حاسس ان الموضوع صعب وما فيهاش صعوبه. مبسوط انه اداره الاهلي قررت لا شكوى الحكم ده ولا مطالبه بتغيير الحكم اللي جاي، وانها تركز في المباراه فقط، تتدارك اخطاء السنه اللي فاتت. اكيد. مبسوط جدا، لان المواضيع دي كلها ما بتجيبش معاك اي حاجه، يعني ما بتجيبش نتائج معاك يا كابتن. احنا كلنا شفنا الاداء التحكيمي امبارح، هو اداء اقرب الى السيء، بس خلاص مباراه وعدت. ركز في اللي جاي، ركز في اللي جاي، خلي لعيبتك ما تخرجش بره تركيزها، خلي جهازك ما يخرجش بره تركيزه، ركز في الملعب. يعني وجود الكابتن خطيب في التمرين مثلا، ووجوده في النادي دايما، انا بظن الحاجات دي رسائل كبيره جدا ورسائل مهمه جدا ان الفرقه. لا احنا عندنا حضرتك جبت لقطات من التمرين، هو ده الطبيعي. خلاص انا مركز في تمرين، مركز في الماتش اللي قدامي خمس ست ايام، مركز من دلوقتي. فانا شايف دي نقطه ايجابيه ان النادي الاهلي خلاص، هي صفحه بتاع امبارح خلاص اتقفلت، انا مركز على المباراه الثانيه ان شاء الله. طيب البعض بيحاول يصطاد في الماء العكر زي ما بيقولوا، يعني حسين الشحات راجل نجم المباراه، صانع الهدفين، طلع زعلان ان الفرقه دخل فيها جون. الناس تقول لك وقفوا حسين الشحات، الناس تقول لك هو مبادئ النادي الاهلي فين؟ قيم النادي الاهلي فين؟ هو شايف انه الحاجات دي ممكن، ولكل الاسف بيتابع السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ممكن تاثر على لعيبه النادي الاهلي، ولا لعيبه النادي الاهلي عندهم بقى من الخبره ما يكفي انه كل الكلام الفارغ ده؟ لا انا اظن ان كل اللعيبه او النادي ككل، ستايل النادي او شكل النادي يا كابتن احمد، هو اللي بيدي لك الحاجات دي، ان انت ما عندك، مش هتفكر في الكلام ده دلوقتي. وحتى ما بيبقى في اخطاء هي كلها داخليا. يعني لما يتم محاسبه الكابتن احمد او سيد او اي حد عادي، امور عاديه في الكوره بتحصل، يعني انت مش ملائكه موجودين في الملعب. وفي الاول والاخر حسين الشحات حتى لو موقف، هو موقف عادي لاي لعيب كوره خارج زعلان متضايق شويه، امور بتعدي يعني بشكل طبيعي. وانا بشوف، يعني بكمل على كلام حضرتك اللي قلته في الاول على حسين، انا بشوف ان هو من اهم اللعيبه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. يعني حسين الشحات خلال الثلاث شهور اللي فاتوا غير حسين الشحات قبل كده. حسين الشحات كولر المدرب يعني الوحيد او الاقرب مدرب ما كانش مقتنع بحسين الشحات، ده صحيح، وهو ما كانش عايزه في النادي، كلام انه حيمشي الاهلي مش هيجدد له، كلام كتير يعني. ومن اكتر اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب معاه واللي ما بداتش معاه، بس ايه اللي حوله كده؟ اللي حوله ان هو في الملعب اداؤه اتغير. حسين الشحات بقى جماعيا، حسين الشحات عامل جونين امبارح كابتن احمد. حسين الشحات لو من ثلاث شهور مش هيعمل الباص ده، يعني كان
كان الاول بيلعب لنفسه اكتر من الجماعيه، كان فردي شويه. الثلاث شهور اللي فاتوا بقى لعيب مختلف. هو عارف ده ان ده اللي هيخليه في الملعب، ده اللي هيخليه لعيب اساسي. هو الراجل عامل المنافسه الحقيقه بأمانة. حسين الشحات وبيرسي تاو الفتره الاخيره كابتن احمد، ده صحيح، هم من 70 80% من قوه النادي الاهلي. ومن مكاسب النادي الاهلي. هم اسباب رئيسيه فيها، تألقهم، تحركاتهم جوه الملعب، الناحيه البدنيه بتاعتهم، الناحيه الفنيه، الناحيه الذهنيه بتاعتهم، مؤثرين جدا. فانا بشوف لا، حسين يعني بغض النظر يلعب في المنتخب او ما يلعبش، لا هو لعيب مهم، اهم لعيب خلال الثلاث شهور اللي فاتوا في كل اللعيبه اللي موجودين في مصر حاليا. يعني عايز اسالك سؤال، يعني مدرب الوداد جينا لعب بطريقه اقرب ما تكون الى الدفاعيه، تقدر تقول 4-3-2-1 4-4-2 يعني مع مسمياتها، لكنه كان مكثف نص الملعب، مزود نص الملعب، بالتاكيد هيروح يغير من طريقه لعبه هناك. احنا مطلوب ان احنا نغير طريقه لعبنا هناك ولا ما نلعب عادي؟ في البعض يقول لك ما تلعب عادي، ايه المشكله؟ يعني الجمهور عامل قصه وحدوته، لكن الجمهور ما بينزلش يلعب في الملعب. والاهلي لو قدم زي ما قدم على مدار حوالي 75 دقيقه او 70 دقيقه في المباراه، لو عمل اللي عمله ده ممكن يسجل في البدايه وممكن يرجع بالكاس باذن الله. هو اول حاجه يعني لازم نقول رؤيتنا للمدرب اللي ماسك الفريق وهو كولر. يعني معظم الماتشات الاخيره هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب، ده الطبيعي ان انت هتلعب مباراه بره ملعبك. فلازم هتلعب بالثلاثي ده. فانا شايف الطريقه مناسبه جدا، طريقه النادي الاهلي مناسبه جدا، ما يغيرهاش يعني. طبعا طبعا. حتى الافراد يعني ممكن يبقى تغيير في واحد بس. يعني انت اليو ديانج عشان حالته الفنيه مش في احسن حالاته، ممكن السوليه يدخل. فعندك لعيبه بتنفذ الكلام ده وبتنفذ فكرك بشكل كويس. انما طريقه اللعب لا، انا مش شايف ان انت محتاج تغيرها. بالعكس، الثلاثه اللي قدام برضو انت بتتكلم على كهربا وحسين فالثلاثه دول مهمين جدا، لان انت المرتدات بتاعتك هي اللي هتعمل لك شكل في مباراه العوده. انت هتلاقي المساحات. انت فرقه الوداد اللي كان هينفعنا لو النتيجه مختلفه 2-0 كان هينفعنا في اخر، ان المساحات كانت هتبقى اكتر. يعني المساحات كانت هتبقى اكتر من بدري، وهم خسرانين 2-0 كان هناك مطالب بثلاث اهداف، فكنت هتلاقي من اول دقيقه عندك المساحات اللي تقدر تتحرك فيها. الماتش الجاي لا، ممكن المساحات تبقى اقل شويه. يعني انت هتلاقيه فين دفاع وكل الكلام ده، بس مش من بدري. هتلاقي الكرات الثابته صعبه جدا، كل الكور الخطر جوه ال 18 هتلاقي فيها التحامات كبيره. فده انت النهارده عبد المنعم وياسر لازم يكونوا في حالتهم، في افضل حالاتهم.